موجود. ها؟ لا موجود. تحياتي اولا الى اهالي الموصل اهلنا واخواننا واصدقائنا، وشكرا جزيلا للاخوان اللي وصلوا الى بغداد والى الديوانيه لتقديم التهاني بمناسبه النصر. هو النصر العظيم هذا اولا للشعب العراقي وخاصه للشعب الموصل الكريم. احنا اللي قدمناه هو مجرد واجب، وهذا واجبنا ان نحرر الاراضي من الشمال الى الجنوب في اي بقعه من ارض الوطن. بالتاكيد احنا قدمنا تضحيات كثيره وكانت تضحيات سخيه، بالنسبه للشعب الموصلي يستحق ويستاهل ان نقدم ما قدمناه من تضحيات لطرد هذه العصابات اللي اثرت وكانت مؤثره فعلا على حياه المواطنين. احنا اللي قدمناه هو واجب، وهذا الواجب من صلب اعمالنا كقطاعات امنيه وقطاعات الجيش. فهنيئا للشعب العراقي بصوره عامه وخاصه الى الشعب الموصلي، واللي يتقدم هو واجب من كل القطاعات الامنيه، واتمنى الموفقيه وان شاء الله راح يعاد بناء مدينه الموصل بايدي الابطال اللي نخبه من عندهم الان اللي موجوده في بغداد واخواننا اللي موجودين حاليا في مدينه الموصل. اليوم حقيقة احنا زيارة من وفد محافظة نينوى واهالي محافظة نينوى لاحد رموز قادة التحرير محافظة نينوى، الفريق ركن سامي العرضي. هذه الشخصية العسكرية المهنية الفذة اللي كان لها دور كبير جدا في تحرير محافظة نينوى وبقية المحافظات العراقية. اليوم جينا نهنئهم بمناسبة يوم النصر العظيم على داعش الاجرامي، وايضا نبارك لهم كل الجهود التي بذلت من اجل تحرير محافظه نينوى والمحافظات العراقيه. احنا باسم اهالي محافظه نينوى يعني نشكرهم ونقدم شكرنا الجزيل لكل التضحيات التي قدمت من اجل تحرير المحافظه. نسال الله عز وجل ان يرحم الشهداء وان يشافي الجرحى، ونتمنى ان يعني يكون هذا الاسم يعني رمز من الرموز التي ستبقى خالده وباقيه في أذهان جميع أهالي محافظة نينوى. نتقدم بالتهاني لكل القادة الذين شاركوا في تحرير مدينة الموصل، وهذا الشكر والتقدير ليس لجنابكم فقط، ولكن من خلالكم لكل المقاتلين، والمقاتلين الذين كانوا في سوح الوراء هم أبناؤكم وكنتم حريصين عليهم، وكان الهدف هو تحرير المدينة بأقل الخسائر. فمن خلالكم نبعث تحية للمقاتلين، يعني الشباب اللي كانوا موجودين، ولولا عنهم لم يكن النصر، ولكن بقياداتكم ما شاء الله تحقق النصر. تحيه لكل من شارك في تحرير المدينه، وايضا الرحمه والخلود لشهدائنا. باسم اهالي محافظه نينوى نهني السيد القائد فريق الركن سامي العرضي بمناسبه يوم النصر، ونحمل سيادته تحيات كل اهل الموصل وكل الشرفاء. هذا الرجل الذي كان له بصمه في تحرير مدينه الموصل، واحد من الفرسان البارزين والقاده الشجعان الذين عادوا للجيش العراقي وللشعب العراقي بشكل عام هيبته.